نبدأ بحثنا تحت عنوان الإمام الحسين والتوحيد والرد على الملحدين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. النحل، آية 125. على بركة الله تعالى نبدأ بحثنا تحت عنوان الإمام الحسين والتوحيد والرد على الملحدين. القيم المادية أنتجت التقدم للإنسانية، لكن قيمكم الروحية ماذا أنتجت للمجتمع؟ قيمكم المادية ربطت الإنسان بالأرض وأنتجت لنا الشيوعية البلشفية التي حكمت شعوبها بالنار والحديد وألغت حرية الأفراد، بل ألغت حتى حرية المجتمعات المعارضة لها وحكمت عليها بالموت تجويعاً وتشريداً وقتلاً، وتضرب على الأمة نطاقاً لا يجوز أن تتعداه بحال، وتعاقب على التهمة والظنة لئلا يفلت الزمام من يدها فجأة. والشيوعية الإلحاديون وقد حكموا لفترة من الزمن، فبالنسبة للجريمة والبشاعة والظلم والقباحة وسحق الإنسانية ومصادرة الرأي الكلية، فإنها متميزة جداً وشاخصة جداً في النظام الشيوعي الملحد. وهذا ما وثقته الكاتبة المخضرمة روزماري سوليفان في كتابها الضخم الشهير ابنة ستالين. كما إن ماديتكم الرأسمالية أنتجت لنا زعماء الحربين العالميتين الدمويتين اللتين كتب عن بشاعتهما كل من نيل هايمان في كتابه الحرب العالمية الأولى، وريمون كارتيه في كتابه الحرب العالمية الثانية. بينما أنتجت قيمنا الروحية الإلهية مجتمع المؤاخاة حين آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في مدينته المنورة. فمجتمع المؤاخاة بني على قيم التوحيد الروحية وليس على قيم مادية أو الحادية التي تنتج التقاتل والصراعات بين الأخ وأخيه الإنسان. زعماء المادية أول المضحين وآخر المستفيدين في جميع سلوكهم ونظرياتهم. عن أي تضحيات تتكلم وعن أي زعماء تتحدث؟ فزعماء المادية أنتجوا سيولا من الدماء الإنسانية التي سفكت بسبب نظريتهم وأنظمتهم في الحكم، ففي كل سنة معدل ضحايا حكم البلاشفة الماديين يبلغ 1,000,000 ضحية، كذلك فاق عدد ضحايا الحربين العالميتين على أيدي الماديين الرأسماليين 70,000,000 إنسانة. في حين أن زعماؤنا أول من يضحون بأنفسهم حقنا للدماء الأمة وفي سبيل مبادئه، فالإمام الحسين عليه السلام ضحى بنفسه وقادة جيشه وأصحابه وأخوانه، بل ضحى حتى بالشباب والأشبال من أجل إرساء قيم الإنسانية. زعماء المادية يدافعون عن مبادئهم بكل ما أوتوا من قوة. زعماء المادية سلوكهم يخالف نظرياتهم ذاتها، فالشيوعية نظريا تجعل الفرد في خدمة المجموع، لكن لينين وستالين جعلا كل المجتمع في خدمتهما، والرأسماليون نظريا يجعلون المجتمع في خدمة الفرد، لكنهم سلوكا وعملا يسرقون جهد الفرد. بينما الإمام الحسين عليه السلام حين أراد الانتصار لدين التوحيد وقيم الإسلام جسد ذلك عمليا إلى درجته أنه أرخص مهجته في سبيل مبادئه التي يؤمن بها، فلن يكن مثالا أوضح من الحسين عليه السلام نفسه كحد فاصل بين الاستقامة وبين الانحراف الذي حصل في المجتمع الإسلامي. فأراد أن يقول للناس: أنا الاستقامة بعينها، أنا الإسلامي المحمدي بعينه، أنا الإنسانية بعينها، أبرز بنفسي إلى مواجهة الانحراف والوحشية التي أصابت أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم، فلولا التضحية آنذاك بنفسه لما استطاعت الأمة أن تميز المنهج القويم من المنهج السقيم. ومن هنا نقول إن الكثير من شبابنا ممن يدعي الإلحاد فإن كلامه ليس عن علم واعتقاد، بل هو ردة فعل على الفساد والظلم الذي وقع عليه وعلى غيره بسبب استغلال اسم الدين، فيرجى تصحيح الفكر والاعتقاد، فمن حقك أن تنتقد الفساد والظلم وترفضه وترفض الفاسدين والمفسدين،
ولكن عليك أن تعلم وتتيقن أن الأديان سبقتك وسبقت غيرك في رفض الظلم، في رفض الظلم والفساد والطغيان. راجع نفسك وابحث عن منظومة دينية أخلاقية تضبط بها أفعالك وأقوالك ولا تكن ملحداً. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.